السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير، الله يعطيكم الصحة والعافية إن شاء الله. طبعا اليوم أصور لكم من كاميرا شو مختلفة، فشوي الدقة ممتازة كالعادة. طيب الله يعطيكم الصحة والعافية. اليوم راح نتكلم عن اللي هو البرمجة، أو عذرا مش البرمجة عذرا، عن شبكة أنظمة شبكة المصادر المفتوحة. طبعا عندنا بكره اختبار عملي في اللي هو اختبار عملي نهائي في هذه الماده المصادر المفتوحه. احد الزملاء وهو طبعا الرساله ابراهيم، بس ما ادري اذا هو ابراهيم اللي مسوى هذا الملخص، له ابراهيم البريك زين او حبيب مثل سواه، ما اعرف بالضبط من اللي سواه، بس الله يجزاه خير. راح نتكلم في هذا عن هذا الملخص، وراح نطبقه في اللي هو شو اسمه، راح نطبقه في الماده، او عذرا في شو اسمه الاوبنتو سيرفر زين، وبنشوف شنو يطلع لنا، وبنشوف الاوامر امر بحيث ان احنا بكره ما ننساه. جميل، بدايه راح نشوف اللي هو اللي حطه ابو خلي، اللي حاطه اللي هو يقول لك ان لازم انك تحط سودو عشان انك انت تنفذه اللي هو ايش اسمه مسؤول. بعدين اللي هو عندكم بعض الاوامر، منها الابت ابديت زين، حفظوها بحيث ان اللي هو اخواننا اللي في الباديه دائما اذا جو ينطقون في الكلمات يقولون ابت بسوي كذاك، أنا ما أعرف، أنا أقول زياتهم. فبهالشكل أهم شيء أنكم تحفظونها اللي هي apt زين. فعندنا للتحديث apt update، وحق اللي هو upgrade اللي هو upgrade. جميل، فبهالشكل حفظوها بهذا النحو. جميل، أيضا عندنا هنا sudo apt get install نتولز، هذه حق تحميل اعدادات الشبكه. جميل، خلونا نطبقهم واحده واحده عشان ان احنا بكره ما ننساهم باذن الله تبارك وتعالى. زين، لو تلاحظون شنطتي سجل الخروج. طيب ايوه خلاص تمام. زين، خلوني اسجل الدخول سس من زين 1-5. جميل، الآن بعد ما سجلنا الدخول طبعا نقدر نسوي كلمة clear. أتمنى أنكم تشوفون الشاشة بشكل جيد. طيب بعد ما نسوي clear راح نسوي له بعض الأوامر، أو الأوامر اللي هي موجودة، مثلا update. لابد دائما أن احنا نحط السودو بداية، لأن السودو راح ينفذ لنا كمسؤول. يعني إذا احنا رحنا حق الويندوز احيانا نحتاج ان احنا عشان نثبت لازم ان نثبت كمسؤول، فبهالشكل فاللي بنسوي حاليا بنقول له سودو. خلينا بس نجرب اللي هو لوحه مفتاح ياميه زين. بعدين بنقول له apt update، في حاله انه يبقى تحديث مباشره apt update. جميل، update حلو. راح يطلب مني اللي هو الرقم السري، راح اعطيه مال المسؤول. بهالشكل المفروض ان احنا انتهينا، ولكن ما ادري ليش طلع لي خطأ. سوري تراي اجين، ما ادري ليش يقول لي تراي اجين. الرقم السري هو الخطأ. جميل، اي صحيح، الرقم السري هو الخطأ. طبعا انا النمبر لوك عندي في مشكله. طيب الان لو تلاحظون قاعد يسوي وركينج، قاعد يسوي ابديت حق النظام، فامورنا كلها عسل يا عسل. عندنا ايضا الترقيه تقول اللي هو سودو apt upgrade. راح نقول سودو apt upgrade مباشره، المفروض انه هو يرقي النظام معنا، لأن upgrade هي الترقية وليست التحديث، عشان نفرق بين المصطلحين.
فالواضح ان هذا العملية تطول، فبوقف التسجيل الى ان تنتهي هذه العملية. الان بعد ان انتهت هذه العملية، شو اسمه، عملية اللي هو تحديث او دعم تحديث، ما اتوقع انه ترقية، زين راح نسوي عملية الترقية. عملية الترقية مشابهة تماما حق الابديت، فلهذا معظم نتلخبط في الاختبار الاول اتذكر هذه، زين انه بين الابديت وبين اللي هو الابجريد، وان هذين الاثنين غير متشابهين، فبنقول له ابجريد فقط حق الابديت ابديت، وحق الابجريد ابجريد، وفي هذا الشكل يكون انتهينا. زين لو تلاحظون هذه ما استغرقت طويلة، ما نبغي نستمر، اهم شيء نحن نعرف. طيب الان اللي هو تحميل اعدادات الشبكة، هذه اللي هو اعدادات الشبكة اللي هي النت تولز، زين شلون نثبتها؟ اللي هو تثبيتها يكون عن طريق اللي هو سودو، بعدين نقول له apt get، يعني اريد الحصول get شنو install net tools، net من الانترنت او network، بعدين tools، بهالشكل يكون احنا سوينا ثبتنا net tools. جميل، فبكره لو جينا للسؤال مباشره نقول له sudo apt get install net tools. جميل يا شباب، ملاحظة عند تنزيل او عند تنزيل من الانترنت، تنزيل التحديث من الانترنت المفروض، او الاعدادات تكون اعدادات الشبكة في الفيرتشوال ماشين على وضع النات، زين فتروح على الفيرتشوال ماشين تعدل الشبكة تحطها على وضع النات. اما عند عمل بينج بين الجهاز والجيرشول الفيرتشوال، المفروض الفيرتشوال ماشين تكون اعدادات الشبك في الفيرتشوال ماشين هوست اونلي. جميل، طيب خلينا نشوف الحين ايش اسمي قاعد يقول. بخليه يقول لك اللي هو اليوزر اند الجروب، زين للتعليل على الملفات نستخدم الامر نانو، مثل نانو اللي هو اي تي سي باسورد. زين اما الاستعلام فقط نستخدم الامر كات، مثال كات اللي هو اي تي سي جروب. خلونا اوضح لكم هذه الفكره. اول شيء لازم تعرفون شنو هذا النانو. النانو هو برنامج لتحرير النصوص، ولكنه يعمل على الشاشة السوداء. زين خلونا ناخذ هذا الشيء في عين الاعتبار عشان ان احنا ما ننساه، هذا الشيء مهم جدا جدا جدا، لان اتوقع ان هذه الشاشة السوداء بتستمر ريانة لمدة اطول، ما راح تكون هذه نهاية عهدنا بها. زين فخلنا نحفظ هذا الشيء، ان النانو، زين النانو هو برنامج مشابه للمفكرة في الويندوز. حلو، لو انا بغيت انا احدث على نصوص معينة اقدر ان انا افتح المفكرة، مفكرة زين، واحرر عليها النصوص. جميل، ايضا النانو نفس الشيء تماما. زين انت اذا عندك انت مثلا ملف معين تود التحرير عليه في اللي هو شنو في الشاشة السوداء، اللي بتسوي انك تكتب كال اللي هو نانو، بعدين تكتب مسار اللي هو الملف اللي انت بتعدل عليه، من ثم بتدخل عليه وبتحرر عليه اللي تحبي. فهذا النانو في اي حالة من الحالات هذه عملها بالتمام الكمال، في حالة انها عملت على ملفات الباسورد، في حالة انها عملت على ملفات اخرى، في هذه المادة، في انظمة التشغيل، في غيرها، هذا شغل النانو. جميل، وفي طبعا اللي هو البرامج كثيرة مشابهة حق النانو، مثل ما قلت لكم النانو يعتبر برنامج حق تحرير النصوص. جميل،
ولكن يستخدم مع الشاش السوداء. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية الكات. الكات حق لك أنت تعرض النص، يعني أنا أبقي فقط أطلع على النص الموجود في هذا الملف، أي ملف كان، أي شيء زين، أي ملف كان أنا أبقي أطلع على محتواه. خلاص أحط كات، أحط مساره وأطلع على كل ما في جعبته. هذه كل بوز استخدم مع الشاشة السوداء زين، مع اللي هو ترمينال زين، هذا اسمها ترمينال زين. فبهالشكل مع الترمينال نستخدم هذه الأم زين. فهمنا هذه القاعدة أو هذا الشيء. هنا يتم حفظ المجموعات على النحو التالي. عندنا اللي هو الملف اسمه، لو جينا هنا كتبنا كات، بعدين كتبنا، خلنا نستعرض أول شيء اللي هو الجروبات، لأن الجروبات تتوقع هي الموزعة هنا. فبنقول له etc بعدين جروب. الآن لو صفحنا اللي هو المجموعات، هذه المجموعات لو تلاحظون هذه كلها مجموعات اللي على اليمين، اللي على اليمين ولا على اليسار، اللي على اليسار زين. المهم أعرف جهاتكم. المهم اللي في الشاشة السوداء ذيلي كلهم شنو؟ مجموعات. هذه المجموعات مجزأة أجزاء متقطعة زين، أو منقسمة بناء على النقطتين الرئيسيتين. حلو. بداية من اليسار عندنا أول شيء الجروب، اسم المجموعة. الجروب اسم المجموعة، يعني الجروب نيم نقدر نقول. والشيء الثاني المكون اللي هو الباسورد على حسب كلام بخلي زين. وعندنا ايضا اللي هو الجي اي دي، وهو شنو؟ رقم المجموعة، رقم المجموعة. واخر شيء في هذي اللي هو الاعضاء، اعضاء المجموعة اللي هم اليوزرز. حلو. فمقسمة بهذا النحو، هو كاتب لك اني مفصل بخلي، يقول لك جروب يعني اسم المجموعة، بينما باسورد هو الرقم السري يظهر فقط اكس. جميل. بس يظهر اكس. والجي اي دي شنو؟ هو رقم المجموعة. واليوزرز هم الاعضاء في المجموعة هذه. فاحنا بكرة لو جينا في الاختبار راح نعرف هذا التوزيع، انه يبدأ باسم المجموعة، بعدين الباسورد رقم السري مالها، من ثم اللي هو الجي اي دي مال المجموعة، واخر شيء الاعضاء المجموعة. جميل. حلو. فبهالشكل نطلع المجموعات زين، اما بالنانو او بالكات. ومثل ما قلنا ان النانو هو لتحرير النصوص، فاحنا اذا تبغى بس نعرض نكتب الكات فبهالشكل. طيب يقول لك هنا تحفظ المعلومات الخاصة بالمستخدمين. المعلومات أنا قبل شوي اتصفحت شنو؟ اتصفحنا قبل شوي المعلومات الخاصة بالمجموعات اللي هي كتبنا عذرا زين، كتبنا اللي هو كات، بعدين كتبنا etc جروب وطلع المعلومات الخاصة اللي هو شو اسمه المجموعات. بينما لو أرادنا ان احنا نعرف معلومات المستخدمين بدون رقم سري، ما يطلع رقم سري زين، تقول لك كات مثلا، او تبقي نانو على راحتك مثل ما قلنا. النانو انت تقدر تعدى عليه، الكات ما تقدر تعدى عليه، وهكذا. عموما تحط لك كات، بعدين بتقول له etc، بعدين بتقول له باس وورد. او لا، في خطأ في الهجاء. باس وورد، ايوه بهذا النحو. طبعا هنا عن بخلي اتوقع في خطأ، دبليو دي عموما صحيح اتوقع زين. طلع لنا الان الاعضاء بهذا النحو
جميل، اسم العضو اكس بعدين اللي هو رقم الصلاحيات او شيء من القبيل والدايركتوري. زين هني خلينا نشوف لحظات. هنا تحفظ المعلومات الخاصة بالمستخدمين، هنا يتم حفظ كلمات المرور. لو تلاحظون هني ETC Shadow، ETC Shadow أيضا نفس اللي هو قبل شوي طبقناها، اللي يختلف فقط ان احنا ان الرقم السري موجود ومشفر. زين فلو قال لك بكرة وين الملف المشفر مال الباسورد في الشادو، فالحين لو جينا هني شكل خطبنا خطأ، المشكلة اللي جاء لا يقول لي ما عندك صلاحية، فبنقول له سودو عذرا. فبهالشكل طلع علي، جميل طلع لي الآن اللي هو الأعضاء مع الرقم السري مالهم ولكنه مشفر لو تلاحظون. جميل الآن بنشوف اللي هو هنا يتم حفظ الصلاحيات. حقيقة هذه أول مرة أشوف فان حقيقة، فشكرا لك بخلي على المساهمة هذه الكبيرة. هني يقول لك اللي هو عشان أنت تشوف اللي هو الصلاحيات بترخل على ملف اسمه سودورز هالشكل. شوف صلاحيات بس انا ما اعرف حقيقة لو المرة اشوفها. عموما اسمه سودورز، حلو. فبهذا النحو هني يقول لك المجموعات وكلمات المرور لها على الترتيب. ما ادري والله ما فهمت المكتوب. حلو يا شباب، فهني عندنا اللي هو الخاصية الجديدة، وهي خاصية اللي هو الجي شادو اللي يطلع لك اللي هو الكلمات المرور زيت الشادو العادية ولكن بالترتيب على بناء على كلام ابو خليل. خلينا نشوف نجرب، بس نجي بداية نحط جي شادو. لو تلاحظون جابهم لنا، ما ادري عن الترتيب لكن جابهم لنا على اي حال. طيب الترتيب في الاسفل هو يعني بيجيب لكم اول شيء الجروب نيم مثلا، بعدين الباسورد، بعدين الجوجل ادمن او الجروب ادمن، بعدين الجروب ممبرز. جميل فبهالشكل. الان خلينا نشوف اللي هو الشباب عندهم يقولون مشكله في تسجيل الدخول. خلينا نشوفهم لحظات. الآن راح نستأنف الأشياء اللي بديناها. زين احنا تعلمنا هذه الأمور الآن كلها تقريبا. زين الآن بعد ما تعلمنا هذه الأمور بندخل على اللي هو اليوزر and group. أتاني أوامر لإنشاء مستخدمين أو مجموعات. زين هني اللي هو شو اسمه بعض الأوامر اللي تخليك تضيف شنو، ضيف مستخدمين او ضيف حتى جروبات. جميل فبداية خلينا نشوف الامر الاول. يقول لك انشاء مستخدم باسم علي مثلا. لو ارادنا ان احنا ننشئ مستخدم باسم علي، خلينا نسوي كلير قبل. زين ايش بنقول له؟ بنقول له سودو بعدين بنقول له اد يوزر، بعدين نقول له علي. بهالشكل احنا اضافنا مستخدم جديد. طبعا الحين مباشرة بيقول لنا عطنا الرقم السري ماله. لو بنعطيه من الواحد الى الخمسة مثلا بيقول لنا عيد الرقم السري مرة ثانية، بعدين بيقول لنا الاسم بالكامل علي مثلا روم واحد واحد ثلاثة. فبهذا الشكل is the information correct؟ خلاص الآن أنشأنا
اللي هو مستخدم جديد عن طريق اللي هو الاد يوزر. جميل. اليوزر اد ايضا نضيف ولكن بدون رقم سري وبدون معلومات هذه لا اتذكرها. جميل. الان لو بنغير الرقم السري او شو نسوي، نقول له سودو، يعني نقول له باسورد، هذا بنقول له عادي. الان بيقول لك مباشرة حط لي الرقم السري الجديد. لو حطينا تنازلي من 5 إلى 1 بهالشكل خلاص سوينا باسورد جديد حق علي. زين. لو قلنا ان احنا بندخل على المستخدم علي بدل احنا ادمن، الان بنقول له سويو علي مباشرة. الان بيقول لي عطني الرقم السري طبعا الحديث، مباشرة دخلي باسم علي. الان انا حاليا انا اسوي الاوامر باسم المستخدم علي. جميل. حلو. لو بدي بقين ان احنا نحذف المستخدم علي والدايركتوري ماله بعد رد. زين. ايش بنسوي؟ اللي بنسويه ان احنا خلنا اول شيء نطلع نروح على السويو، بعدين نقول له اللي هو الساس ادمن مثلا نودي هنا، نقول له الساس ادمن باسورد. الان انا في الساس ادمن فاقدر الان احذف المستخدم علي. فالان لو بغيت ان انا احذفه بس بقول له سودو بعدين يوزر ديل بعدين بقول له علي. طبعا في حالة انك انت ما حطيت الار زين ما راح يحذف الدايركتوري مال علي اغراضه بالضبط، ولكن هو بيكون محذوف. فالافضل انك تحط الار. الان حذف المستخدم علي بهالشكل يكون اضافة او حذف له المستخدم. لحظات يا شباب. حلو يا شباب. الان بعد ما ازلنا المستخدم علي زين شلون نضيف جروب مثلا؟ عشان ان احنا نضيف جروب مشابه تقريبا حق اللي هو اليوزر زين من اللي بيدش حبيب. هلا والله بحبيب، مساك الله بخير يا حبيب. حبيب لا يجيب حبيبه. هلا والله يا حبيب. شو اخبارك؟ شو مسوي؟ طيب ان شاء الله الحمد لله بخير. الله يعطيك الصحه والعافيه. طبعا انا شرحت حق الشباب هذا اللي قلت لهم، وها انا بستأنس انت اشرح اشرح، واذا في شيء غلط انا بتكلم، او كل شيء واضح ترى ما في شيء. ممتاز ممتاز. طيب يا جماعه الخير، مثل ما اتفقنا او قلنا ان اضافه مجموعه جديده مشابه تماما حق اضافه مستخدم جديد. جميل. ما عدا ان تقدرون تقولون انها معكوسه، مثلا اني اد يوزر بينما هناك جروب اد. جميل. فبهالشكل على اي حال بنجي هني بنقول له اول شيء كلير كالعادة عشان نحن نمسح الاشياء القديمة، وبنقول له ان احنا نبقى نضيف اللي هو جروب جديد لو سمحت سودو. بعدين بنقول له جروب اد، هنا حاط لك جروب الشمس اللي هو حق الناصر اتوقع نصراوي شكله بخليل. زين. فهني جروب الشمس فجروب اد بعدين بنحط صن
الشمس. كذي انضافت مجموعة جديدة حق النصر العالمي. جميل يا شباب. فالآن لو جينا هني خلينا نشوف إنشاء مجموعة مع أوضاع مع وضع رقم سري، بنحط لها بي اللي هو حق الباسورد، بعدين بنحط الباسورد نفسه، وبعدين نحط اللي هو اسم المجموعة. جميل. خلونا نجري تجربة بس هالمرة حق الهلال. خلينا نغير شوي، مثلا سودو على سبيل المثال. سودو، بعدين بنقول له اللي هو جروب اد، بعدين هلال مثلا. بس طبعا لازم ما تحطون بهالشكل، لان بهالشكل بيحط ما بيحط باسورد، لازم تحطون له بي لو عقل الباسورد. بعدين تحطون الباسورد المطلوب مثلا من 1 إلى 5. بعدين بنحط اللي هو اسم الجروب. بهالشكل تمت إضافة مجموعة جديدة معها رقم سري. جميل. هني عندنا جروب أو سودو جروب آد داش جي على هذه معاها مش الرقم السري اللي هو الجي آي دي، زين، معرف المجموعة. معرف المجموعة الجي آي دي هو معرف المجموعة. فشنو بنسوي معرف المجموعة ذا؟ نفس هذه تماما. فاحنا بنسوي ان احنا بنجي هني بنزيل اللي هو ذي الدي، بنحط اللي هو الجي. الان المفترض ان احنا نحط مثلا رقم مميز مثلا 1009. طبعا ما يصلح تحط 1 2 3 4 ما ادري شنو، لا ما يصلح. ليش؟ لانه اول 1000 شو اسمه جروب، اول 1000 شو اسمه جروب اي دي اللي هو معرف حق المجموعه محجوزين حق النظام. فانت بتبدا ب 101 102 103 وهكذا. جميل. عذرا 1001 1002 1003 وهكذا. جميل. فبهالشكل احنا بنحط اللي هو مثلا جروب الهلال. زين. الان يقول لك طبعا ان هلال موجود مسبقا، صحيح ان سويناه قبل، فخلاص خلنا نحط اللي هو الاتحاد. جميل. فبهالشكل نضاف لنا جروب جديد بكل سلاسة وبساطة. جميل. الان نبقي نحذف جروب الصن، زين، لو جروب النصر لو افترضنا، عشان نقرر الافكار. فهني نقول له سودو، بعدين نقول له جروب، زين، ديل، جروب ديل اللي هو جروب ديليت. اوكي، جروب ديليت. فاحفظوها بهالشكل جروب ديليت، يعني حذف مجموعة، حذف مجموعة عشان ما تنسونها بكرة ولا شيء، ولا تكون عندكم مشاكل. وبعدين بنحط له اللي هو اسم المجموعة. الآن بيكون حذف بكل بساطة. جميل. تغيير المالك للملف إلى مستخدم إلى المستخدم علي على سبيل المثال. بس المستخدم علي ظنتي حذفناه، الله العالم. جميل. فخلنا نسوي اللي هو نضيفه مجددا، منها أيضا نحفظ الأمر اللي حق الإضافة اللي هو سودو. بعدين نقول له add user. add user اللي هو عكس اللي هو group add. زين، نعكس group add نقدر نسوي user وهكذا. زين، فبقول له add user، بعدين بنقول له اللي هو علي نفسه انشأ لنا الهند. علي لحد الحين ما انحذف، فامورنا طيبه. الان بنقلب اللي هو والخير ملف ما الى علي. جميل. لو نروح على الليست خلنا نشوف الملفات اللي عندنا. عندنا ملف اسمه بروجكت. زين، خلنا نروح على سيدي بروجكت. شنو داخل البروجكت هذه؟ مثلا ما في شيء داخله. اللي بنسوي اللي هو نسميه
نسيت انا شلون ننشئ ملفات حقيقة. تاش واسم الملف. تاش اسم الملف. ان شاء الله. تاش. تاش واسم الملف. تي او يو اس ال سي اتش. سي يو او. اي تاش تاش صح 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 تاش. صحيح كلامك. تاتش بعدين اسم الملف مثلا هني هو هات ماي فايل على سبيل المثال دوت تكست. اه تاتش سبلنجها غلط. سي او يو او يو يو, يو ولا او والله ناسي. اه صار سليم. تي او يو تي او يو سيات. ايوه بالضبط. الآن أنشأ لنا الملف هذا الجديد لو تلاحظون. الآن نبقي ننقل ملكية هذا الملف إلى علاوي اللي بنسوي change own زين اللي هو خلينا نفرقها ch هذا حق الشنج حلو خلاص حفظناها. والown الown معروف باللغة الإنجليزية اللي هو المالك جميل. هذا النتي لو جينا هنا وقلنا له اون ايه المالك شفتوا مالك فشنج اون حلو. فالان بنقول له بعدها اللي هو الملف نفسه مباشرة نكتب الملف لا نكتب المستخدم صح الجروب اللي راح تعطيه اياه شنو؟ شينج اون الجروب اللي راح تعطيه المالك اللي راح تعطيه الشخص المالك وبعدين بنحط اللي هو عنوان الملف اسمه مسافة بعدين اللي يسموها ديستنيشن أيوة. الشخص اللي بتعطيه مسافة طبعا بين عندي في خطا ما في مسافة انا الاولي ما حطيت مسافة اي في خطا اسمه مشكلة اللي هو نحط شينج اون بعدين علي اللي هو الاسم اليوزر من ثم مسافة لاحقا نكتب اللي هو اسم الملف اللي احنا نبقي نغير ملكيته بهالشكل المفروض انه تغير. اه قال لنا انه تمام شغلك صح بس لازم تحط اللي هو سودو لاحرى الصلاحية. الان امورك كلها طيبة بالمناسبة الاختبار بكرة كتابه أنا كلامه مو مثل المرتر من أول مو مثل المرتر من الثاني أوف سمعته وشمع يا شباب فبهذا الشكل لازم تشدين حالكم يعني الله يعينكم زين. ولتغيير المالك للملف إلى المجموعة بس شنو هذا يا حبيب نفسه يتغير شينج جروب اسم المجموعة مسافة اسم الملف إيه ولكن هنا تصير الملكية حق الجروب كله هي حق الجروب تغير من جروب الى جروب ايه هني تكون الملكية يا شباب حق الجروب كله يعني لو رحنا هني وغيرنا هذه اللي هو شنج اون الى شنج جروب شنج جروب لو تلاحظون هني مجزء سي اتش يعني شنج جميل وجي ار بي يعني جروب حلو فحفظوها بهالشكل في القد شنج جروب زين. بعدين طبعا ما راح نقول له اسم المستخدم راح نقول له اسم المجموعة نفس مثلا صن على سبيل المثال حذفنا هذه المجموعة حذفناها زين هلال مثلا تمام. الآن انتقلت ملكية هذا الملف إلى المجموعة بالكامل جميل يا شباب. فبهذا النحو الآن خلنا نروح حق الشيء اللي دقرنا عنده حقيقة. هني يمكن نحتاج مساعدتك شو حبيب الأوبن إس إس إتش سيرفر. ما هو الإس إس إتش أصلاً يا حبيب؟ الإعدادات الاتصال البعيد الإس إس إتش اللي حقت الاتصال بنت نوع الاتصال البعيد يسموه
الآن أتصل عن بعد بالأجهزة. فهمتك، الاتصال البعيد بالأجهزة، جميل. الآن خلونا أن نفهم اللي هو شو اسمه، أو نقرأ من جوجل شنو الـ OpenSSH Server. وضح لنا حبيب بعض الشيء، بس ما عليه، خلونا نبحر عشان بكرة ما ننسى. والقصد يعني كل هذا اللي نسويه عشان نحن ما ننسى في الاختبار وندخل في عفسه والآخره. هذا واضح ما لها ترجمة عربية، يقول انجليزي. زين، الـ OpenSSH عبارة عن مجموعة من أدوات الشبكة الآمنة القائمة على بروتوكول سيكيور شيل، والذي يوفر قناة آمنة عبر شبكة غير آمنة في بنية خادم العميل. جميل يا شباب. جميل، الآن خلونا بما أن احنا فهمناها تقريبا، خلونا نفهم أوامرها عشان ان احنا نثبت ال SSH. زين، مثل ما قلت لكم دائما اذا احنا سمعنا كلمة تثبيت، لا ننسى اخواننا اللي في البادية دائما يقولون apt apt بتروح apt بتي apt، فدائما نتذكر هذه الكلمة apt. هذه الابت راح تنقذنا في القاد بإذن الله. زين، فخلنا نرجع هني ونسوي كلير بداية عشان نتعلم شلون نثبت اللي هو الـ OpenSSH. زين، راح نقول له مباشرة sudo، بعدين نقول apt install OpenSSH. زين، بعدين نقول له client. مباشرة الآن قام بتثبيت اللي هو الـ OpenSSH. جميل يا شباب، فالمسألة تقريبا سهلة، ولكن الصعوبة والتحدي عندكم بتكون في نسيان الأبت. فذكروا دائما إخواننا البادية بالنسبة حق التثبيت، زين، انك تحط أبت بعدين بتقول انستل، بعدين بتحط اللي هو الـ OpenSSH، وبعدين بتحط اللي هو الكلاينت. جميل، جميل. To install the OpenSSH server application. زين، هني اللي هو طبعا احنا قبل شوي ثبتنا جهاز العميل، جهاز المستخدم. زين، ثبتناه في جهاز المستخدم sudo apt install OpenSSH، بعدين كتبنا كلاينت عند العميل، بيطلبها منك، هو غدا تكون عند العميل، لكن في حال انه طلبها منك عند السيرفر. زين، عند الخادم. في حال انك طلبها عندك عند الخادم بالضبط نفس اللي هو اللي هي اللي عند العميل، بتقول له sudo apt install بعدين OpenSSH، بعدين بتقول اخر شيء سيرفر بدل كلاينت. فحين لو بقينا ان احنا نثبتها بعد هذيك، اللي بنسوي نرقي فوق بس، لأن إذا رقيت فوق يعطيك اللي هو الهستوري السابق أو العنصر في الهستوري السابق، بعدين بنحط سيرفر. الآن لو نثبت بيثبتي أنا بكل أريحية، راح يثبتي أنا اللي هو شو اسمه التثبيت اللي حق السيرفر. زين، وبن اتش حق اللي هو السيرفر. جميل، الآن you may configuration the default server SSH by anything the هذا الملف اللي نعدل عليه حبيب، صح؟ هذا الملف اللي تكون فيه إذا تبي لو configuration، يعني الإعدادات حق تنحفظ في الملف ده. يعني لو سألك وأنت تنحفظ ده، وأتوقع جاب سؤال عن ده، بس ما أدري لنا أو لكم.
وين تنحفظ الكونفجريشن حقه الاوبن اس اس في الملف. طبعا انا كاتب فوق كيف تفتح الملف تعدل فيه وكيف تستعرضه، الكاتي حق استعراض والنانو حق فتح. يعني تكتب نانو واسم الملف او كات، شرحناها مسبقا بدايه هذا الفيديو شرحنا الفرق بين الكات والنانو. جميل، فالان مثلا لو احنا نبغى نستعرضها فقط راح نكتب كات يا شباب، بس اتوقع هذا لازم سودو بعدين بنكتب كات، بعدين بنحط له المسار اي تي سي، بعدين اس اس اتش، بعدين اس اس اتش دي، بعدين بنحط اللي هو اندرسكور اللي شفت ويا ناقص، من ثم بنحط الكونفيج. الان راح يطلع لنا الاعدادات مالت هذه اللي هو شو اسمه مالت الاوبن اس اس اتش، بس هذا ما يجي الا بعد التثبيت صح حبيب؟ يعني ما نقدر نرفع هذا الملف الا بعد ما نثبت. اتوقع ممكن انا اذا ما ثبت ما فيه الاس اس اتش. اي اتوقع انه طيب المان اس اس اتش دي دوت كونفج ذي المفروض تطلع لنا تعليمات ولا غلطان؟ اي ذي المان حق تعليمات، يعني طلع تعليمات حق الملف بس او يعني غريب انه بيجيب سؤال عن المعلومات يعني. ما جاب، جاب تقريبا الاختبارين ما جاب حق احد، ما اتذكر مر عليه السؤال. اها اي بس حطيت احتياط. انت اللي اشتغلت على الملف صح؟ ايه انا يعني شفتها من ضمن حطيت زي مثلا الـ RSA دي ما كنت حاطها في البداية، بس يوم شفتها جوابها لكم حطيتها. اها الـ RSA اخر شيء ما كنت حاطها، بس شفتها يوم جوابها لكم فقلت احطها عشان ممكن يجيبها بعدها. فهمت. طبعا يبقى بعد اشكر ابو خلي انه سوى الملخص الجميل اخر شيء انت اللي مسويه. يلا ممتاز اشكرك انت يا حبيبي. يبقى الاي بي تيبل طبعا ملف ثاني موجود، الاي بي تيبل طبعا موجود هنا، فاللي يبي ذاكر اي بي تيبل ملف ثاني. اها هذه الريستارت تجي دي ريستارت ذا اس اس اتش دي سيرفر اي حق تعمل ممكن يعني ممكن يشارك ريستارت او شيء خلاص فما ما ادري في اكتب هلب او شيء يطلع لك الاوامر. اكتب مثلا سو سيس تي اي او اكتب اس اس او اتش، نبي احنا طريقه طلع لنا اوامر بنحفظ الاوامر دي كلها تطلع زحمه اوامر دي. صحيح هذا التحدي صحيح. سودو سيس هو يبيك تجرب وإذا ضبط معاك الأمر أكتفى في الورقة. STL restart SSHD dot server أو service. ظل أخطأ شوف إيش يعطيك، أخطأ في حرف شوف إيش يعطيك. أو لا لا ما خطيت على المعبر على الوتويس. أحذف حرف أو أعطاك إنه خطأ. اي خطا فلد تو ريستارت اس اس اتش دي اللي هو بعدين كتب لي اسم الملف انه خلاص وليس موجود. زين ليس موجودا في حرب يد خضيانه خالد الشعلان. طلع وينها؟ طيب ما وافق عليه لا طلع. طيب ايضا هني لو جينا هني وقلنا على كلير زين ترى بس يا شباب انا حيل في النوم اليوم. زين سودو apt get remove open ssh server هذا حق الان انستول اللي هو ازاله التثبيت. يعني انا الحين اللي هو اي بالنسبه حق الشرحة شفت إن في آخر شيء ضايف داش واي، بس في الإنترنت دورت ما شفت إلا كذا حق ريموف الأوبنسل، فحطيت ذا لأن هذا اللي حصل في الإنترنت. أنا أتوقع جواب السؤال حق إحدى المجموعات كيف تحذف الأوبنسل.
اي فلو جلكم سؤال بكره شلون نزيله نقول سودو بعدين ابت ابت كيت زين ابت كيت بعدين بنقول ريموف open ssh server تلاحظون بدا الان يزيل. Do you want to continue؟ وقلنا له yes راح يكمل إزالة اللي هو التثبيت. حلو يا شبيبة. To generate the keys then from the terminal prompt enter. Hello. شحال الذي له الكيجن حبيب؟ الكيجن دي مفتوح شو اسمه؟ مفتوح مشفر وما ادري شنو تقريبا كيجن مفتوح مشفر اظن او شغله دي. انا ما بعرف ايش لا بس شفته جواب سؤال عليه وحطيته. والار اس ايه اختصار حق شغله ما اعرفها اصلا. انا اللي فهمته والله العالم انه يسوي جنريت يعني يسوي اصدار او تكوين حق الار اس ايه دي. رقم سري جديد. حلو فخلينا نجرب الان لو قلنا له اس اس اتش بعدين نقول له كيجن كيجن بعدين نقول له داش تي بعدين ار اس اي لو راح تلاحظون قاعد يسوي لنا اللي هو جنريتنج بابلك برايفت ار اس اي كي بير. حلو بس هني ما رسم يقول هني يقول لي انتر فايل اند ويش تو سيف ذا كي زين ما ادري ايش ما حطلع يعني انا ما فهمت له هذا حبيب كان يبي باسورد او شيء حط له اي رقم واحد من راضي ما يكتب شيء ممكن شاف واحد واحد من ثلاثة ولا ما لو بيطلب باسورد مالك انت كان كتب بس لو حطيت اي شيء ما يضبط هو في الاخير سوى لنا الجنريت بس ما ليش قصته هذا المفتوح مشفر شوف هذا هذا التشفير حق مفتوح هنا ذكر حسن تكلم عن الكيدن وشغلات ايه تكلم عنها في ماده التش شو اسمه سبيد نوب الشغل في شو اسمه ال ام دي 5 والشغلات دي في الشهادات لو تتذكر ايه هذه في اللي هو في الامن السبراني التقارير اللابات اللي اشتغلناها هذه ايه بالضبط زين need to generate keys with 409 يعني تحدد المفتاح يعني من نفس ذاك بس اللهم زيارتكم نفس زين ايش قصة هالبي ذي اللي هني هذا حق البيتات صح هذا ذكر جواب بالاختبار الاخير متأكد هذا اصلا هذه في واحدة منهم جواب بالاختبار فاضفتهم الثنتين لان جوابها بالاختبار والمرة ما كنت حاط هذه الآن لو نبغى نشفر بنحط له داش بي عشان نحن نحدد البايتات زين يا شباب بهالشكل أنا ما بفهم مش اسمي نحط هني لو بنحط ار 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 مثلا ار 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 خلاص تمام حط لنا انتهينا حط لنا التشفير وحط لنا الشفرة اللي احنا نبيها بهالشكل على أي حال حفظوها بهالنحو زين الان اللي هو النتورك كونفيجريشن حلو هذا اخر شيء يا حبيب ولا فيه طيب تقريبا هذا الاي بي والاخر ده الدي اس بي الكونفيجريشن دي حقت ذا واخر شيء الدي اس فيها كم من امر دي بس بضيف هم انه على النتورك كوي ما ادري هم ضروريين بس هو اتكلم عنهم فاحطهم اها خلي بس اخذهم في تصفح الثاني عشان الترجمة
مبراد تشتغل بس حلو يا حبيب. طبعا شوف انا كاتب ملاحظه فوق في البدايه في الذا، اذا بتحمل شيء من الانترنت لازم اعدادات الذا تكون نات، اعدادات الشبكه في الفيرتشوال في الفيكشن فعلا في الفيرتشوال ماشين. اذا تبي تسوي بينج وتسوي امور دي تكون على الهوست اونلي. يعني اذا بتجرب الاي بي وبينج وامور دي تكون على الهوست اونلي. اما اذا بتحمل حاجة لا لازم يكون على النت، على النت لو عساس يكون متصل بالشبكة. صح مزبوط، تكلمت عنها بشكل كبير، الله يعطيك العافية. لا ملخص رائع حقيقي. زين الآن راح نقول له، أو يقول لك حبيب هني مثلا ان الـ IPA للتعرف بسرعة على جميع وجهات إيثرنت المتاحة. نحن نبقي نعرف الوجهات الموجودة في اللي هو شو اسمه الإيثرنت المتاحة. زين إيش بنسوي؟ اللي يقوله بيقول لك AIP إيثرنت اللي هو A. فبهالشكل نحن طلعناهم كلهم الوجهات المتاحة. زين فبهالشكل خلصت من الامر. الان هذا الامر شو اسمه يقول يا حبيب فيه؟ خلينا نشوف تفصيل اكثر. هذا حق التفصيل اكثر، يطلع تفصيل اكثر اكثر من ذاك. يعني نفس الامر اللي بسوي بس يعطيك تفصيل اخر، يوفر هذا الامر مزيدا من التفاصيل حول امكانيات الاجهزه لمحولات معينه. نفس الشيء ولكن بيعطينا اكثر تفاصيل. فبنقول له سودو بعدين L S H W. زين بعدين بيقول له اللي هو score class وآخر شيء network. الآن أعطانا تفاصيل مزيد من التفاصيل، نفس الأمر ولكن مزيد من التفاصيل. زين يا شباب description وغيره وهالشكل serial size clock عندكم اشياء كثيره. فبهالشكل يعطي المزيد من التفاصيل. عندنا هنا شنو الايثرنت انترفيس settings، هذه اعدادات اللي هو الانترفيسز. زين فنختار اللي هو انترفيس معينه اعدادات واجهه الايثرنت. زين لو بنشوف اللي هو اعدادات مالت اللي هو الايثرنت المعينة، لو تلاحظون الان عندنا اللي هو اي ان بي 0 اس 3. لو مثلا نبيها او نوقع تفاصيلها بنقول له سودو بعدين ايثر تول اسمه، بعدين بنختار اللي هو الانترفيس اللي يطلع لنا AMB 0 S3. الآن طلع لنا اللي هو الإعدادات، إعدادات واجهة الإثرنت طلعهم لنا بالكامل. في حالة أنك أنت ما تعرف الواجهة الموجودة عندك شنو اسمها الانترفيس، زين شو تسوي؟ طبعا الاوامر اللي مساعد تطلعه لك، بس ممكن تنسى، ممكن شيء الى اخره. الاي بي اي اللي قبل شوي طلع لك الايثرنت، طلع لك الانترفيسز. زين ولكن ايضا عندك الاف كونفج راح يطلع لك ايضا. زين ما نكون في الشبكات فانتم تعرفون اي بي كونفج، الاف كونفج هني نستخدمها في اللي هو اللينكس، راح تطلع لنا ايضا الواجهات. اف كونفج زين راح تطلع لنا الواجهات. لو تلاحظون عندي واجهتين اللي هي ال او وال اي ان بي 0 اس 3. فبهالشكل يطلع الواجهات يا شباب.
راح تستفيدون منها في القادم. جميل، الآن خلينا نروح حق الأمر اللي يليه. شنو الأمر اللي يليه؟ خلينا نشوف نقرأ. تغيير الاي بي، وضع اي بي مؤقت. ايوه، تعيين عنوان اي بي مؤقت. جميل، لو أردنا ان احنا نحط اي بي مؤقت، اللي بنسويه ان احنا بنجي بنقول له سودو، بعدين بنجي نحط له اي بي بشكل مباشر، بعدين ادرس ADDR ادرس، بعدين add IB address add IB address add لو جلكم بكرة. جميل، بعدين بنحط الرقم اللي احنا نبيه، بعدين بنحط ال 24 ما ايش بنسمونه في الشبكات، نسيت تقريبا قناع الشبكة، قناع الشبكة صح، كلاس تقريبا، كلاسات اي اللي هو ال 24 اللي اسمه قناع، اللي اعرفه قناع الشبكه. زين، ولكن 24 اختصار حق مثلا 255.255.255.0 تقريبا. زين، فهني بنكتب def، بعدين بنحط اللي هو الانترفيس مالنا. وانتبه لازم تحط الانترفيس مالك اللي موجود في جهازك، ما تحط الانترفيس الموجود مثلا هني، راح يطلع لك خطأ مباشرة. لازم تحط الانترفيس اللي يطلع لك في الجهاز نفسه. جميل، فبتقول لك تقريبا كده طلعت لنا ال EMB0S3 اتوقع، معظمهم يطلعون بس بعض الاحيان نجيب فيك العيد هذا الشيء، اللي يكون عنده تغيير ولا شيء يركز لا يكون لا هي هو اهم، هو ما يهمه يطلع لك في الجهاز، اذا كتابه على الورق اهم شيء يكون الامر صحيح. صح، يعني الامور اللي مثلا اي بي ادرس لا تخطى في حرف لا تخطى في شيء، اساس يكون الامر اهم شيء. حطيت اي بحط اي بي، حطيت اي بي وهكذا. الان الامور كلها صنعه وممتازه. لاحظين يا شباب، ما تحط اي بي اي تشوف الاي بي ادرس تاعها، اي بي اي تشوف الاي بي ادرس اللي حطيته هذا تحت عشان تشيك، يعني ما بقف كونفيج عشان تشيك. لا اي بي اي اللي استخدمناه من ساعه. اي بي اي عشان نحن نشيك، تقدر تقول تشيك بالاي بي اي. والله ما ادري، ما اشوف انه في شيء تغير. لا تغير، كنا تحت 10.0.2.15 اتوقع هذا هو، والله ما ادري. المهم انه ضبط يا انا. هلا في الانت اللي ما قبل الاخير اتوقع 10 102 200 66 200 نفس ال ايوه صحيح الاخير هو نفسه بالضبط اللي بعد كلمه سكوب. جميل، الان يقول لك حق تسوي ريسيت اعاده الامر الجاي اتوقع. شلون؟ شوف اخر امر اي بي ادرس فلاش، ترجع الداي الاعدادات كانك تسوي ريسيت، يعني بعد ما تسويه شيك تشوف الداي رجع الى هذه فلاش. معني خلنا نوصل له، بس خلنا احنا نشرح حق الشباب اهم شيء، يعني هم الشباب يفهمون. فخلنا نشوف الحين اللي هو للتحقق من تكوين عنوان اي بي الخاص بمثلا اللي هو الانترفيس مالنا، عشان نتحقق ما ايش بنسوي، بنقول له اي بي ادرس شو. زين، يعني الحين احنا تحققنا من عن طريق الاي بي اي، بس خلينا نشوف هذه الطريقه اللي كتبها حبيب مشكورا. هنا اي بي ادرس، ادرس كلمه كامله، بعدين شو ديف، واخر شيء بتحط الانترفيس اللي تطلع لك. بهالشكل انت تحقق من اللي هو الاي بي اللي انت دخلته. جميل، لو نلاحظ انه اخر واحد طلع بشكل سليم تماما، فبهالشكل كنت حققنا.
الآن خلينا نروح حق الأمر اللي تحته. لتكوين عبارة افتراضية قم بتعديل عنوان البوابة الافتراضية. هذا عشان نسوي اللي هو اتوقع اللي هي شو اسمه جيت واي اللي هو البوابة. اتوقع انها عشان نسوي الجيت واي. طيب خلينا نشوف. اي صحيح جيت واي. شوفوها كلمة جيت واي البوابة الافتراضية. ايه فعشان نسوي البوابة الافتراضية نقول له سودو اي بي روت او راوت بعدين اد بعدين ديفولت يعني انا دائما انسى الايه ديفولت بعدين نقول له فيا فلما يقول له 10.102.66.1 هالشكل احنا سوينا البوابة الافتراضية. هذا السؤال ترى احتمال كبير انه يجي يا شباب فحفظوا ذي السؤال. اتوقع انه راح يجي بكرة. جميل. الان خلنا عشان نشوف البوابة الافتراضية نتحقق منها. زين راح نقول له اي بي بعدين راوت بعدين شو بهالشكل طلعت لنا البوابة الافتراضية. جميل يا شباب. الان خلينا نشوف الان اللي هو استعادة اللي هو الان لاستعادة اللي هو الاعدادات القديمة الاشياء اللي احنا غيرناها وعدلناها وضبطناها نبقي نعودها كما كانت. نسوي الاجراء ان احنا نجي هنا نقول له اي بي بعدين ادرس بعدين فلوش بعدين نحط اللي هو هني ليش اثر واحد زيرو بابا يا حبيب المفروض ان احنا نحط الانترفيس هني ولا والله ما ادري اتوقع ممكن يكون لازم الانترفيس في خل نجرب نحط الانترفيس نشوف اسم يطلع لنا جرب اكتب ذي قبل اكتب ذي قبل شوف اذا خطا يعني مرضى يكون انترفيس خلنا نشوف نحط الايثر زيرو قال لي انه مش موجود يعني دي المفروض تكون ان شاء الله اذكر اعدلها اتوقع حتى في اللي فوق ذي الاي تي اتش 4 اتوقع اي ام بي اس او اي ام بي زيرو زيرو هنا يقول له failed ذي هنا يعني أمورنا طيبة بس نحتاج صلاحيات اللي هنا نحط sudo sudo بعدين IP address flush env03 اللي هو اللي هو الانترفيس الموجود عندنا. فبهالشكل احنا عدنا الاعدادات الى ما كانت عليه. فالآن أمورنا كلها طيبة. الآن بقى أمرين سهلين جدا 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 وأتمنى أنكم ما تغلطون فيهم بكرة أبدا اللي هو في الدي اتش سي بي. زين انتر ذا فولوينج كوماند تو انستل اتش دي اتش تي بي. المهم عموما دي اتش سي بي الدي اتش سي بي شلون نثبته في اللي هو شو اسمه في اللينكس مباشرة اللي بتسويه مباشرة apt على طول تذكر الابت. جميل. فهنا بنقول له sudo بعدين بنقول له apt install زين بعدين بنقول له isc هالمرة ما جايبين ال isc بعدين dhcp آخر شيء بنكتب server. الآن ثبت لنا الـ DHCP. جميل يا شباب. فهذه حفظوها والله يوفقكم.
الآن لو بقينا إن إحنا ندخل على إعدادات اللي هو ال DHCP اللي بنسويه، نحن بنقول له مثلا عشان نستعرضها فقط بنقول له cut بعدين ETC بعدين DHCP بعدين DHCB CP بعدين D آخر شيء dot config اللي هو conf. زين فبهالشكل طبعا هنا اسمي يقول لنا المسار خاطئ، يمكن احنا ما كتبنا عدد يا حبيب ولا في خطأ. خلينا نشوف سودو. خلينا نشوف ETC DHCP مضبوط DHCPD الله ما أدري هني نحتاج مراجعة ربما يشوفها حبيبي لنا ويشوفها بعدين إن شاء الله، فبيرد علينا بالجروب بهذا الأمر. حبيب في خطأ هني، هذا المسار خاطئ يا حبيب. طيب أوكي أشوفها. ممتاز. على أي حال يعطيكم الصحة والعافية، شكرا لك حبيب على الملخص الجميل هذه. زين راح نحفظه بإذن الله في اللي هو ملف المادة بحيث إنه يستغلون الشباب اللي بيجون في المستقبل في هذه المادة. أيضا اللي هو الـ هذا البث تكلمنا فيه عن هذا الملف بالكامل. أتمنى إنكم تحاولونكم تحفظون معظم الأوامر أو تنفذونها على أقل تقدير حيث أنكم ما تنسونها في القاد. يعطيكم الصحة والعافية، شكرا حبيب، شكرا عبد الملك على الحضور، وبإذن الله نلتقيكم في القاد. تصبحون على خير فمان الله. وأنت من أهله، يعطيكم الصحة والعافية إن شاء الله.